بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه. مدن أكان لك يشاندي يكلدي غندي يقردي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله نكي والترلي حلقة والترلي ولا أم كل ترلي نوبا إن شاء الله، و سورة والعصر القابي نوبا إن شاء الله، وللقابتين سورة العصر ونينها إن ينقاب نديم القنو إن دعوة له إن لفردرق يعني موضوع إن دعوة تقلي ونقن إنسان سيجرب دخديبه ينو الصبر على الأذى فيه تلقاب نقنهن ناتكرنا ذنبي ينا دين دي ينا جاردي ينا نبي دي أرنا ذنبي نجنبي كمان ناس لامس بيّنوا له الدعوة إليه والصبر على الأذى فيه. نا الصبر على الأذى فيه تدوي نوغنك، والله سبحانه وتعالى دليل كامل نعصوغنا قو نيد مرحستنا حبو نيد فرنا حبو نا صبر نا أذى ان دعوتني سحمر سخ ان اسلام سحمر سخ ان دين سحمر سخ انسان ضرر ان ترى كله مضره ان ترى كله مقل النار قدام تلد قريو ان ترى كله نيا يعني ورا جرب دخن صبر جرب دخ دليل ورشانهم سوره كامله سوره يعني نروق لاغش سوره العصر قران لمتي نقرا ولا بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر. الله سبحانه وتعالى نسورتين حاجات قريو بيان خديبة لا رأي سقر إنه المجن نبدأ بك نقطة نبدأ من رأيت علماء ورين خن ديبا نسورة نيني تل كمان إن شاء الله قش جابينا ديبا نسورة نيني. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر. نسورة نيني قريو خير لقابيتي. الله سبحانه وتعالى لما يقول يعني والعصر نيني مراتب نعستي انصبر وليك مراتب عاكت انصار ولا عاكت والعصر ورني قلنا عفرسك والعصر قسم قلنا الله سبحانه وتعالى يقسم والعصر بالدهر يعني نيوك عمر الدنيا قسمك الله سبحانه وتعالى حالة فوق ما حالك معناها وهو محل الحوادث من خير وشر ان الدنيا حصلها دي بنيوك الله سبحانه وتعالى نيد اقسمك نيد محلك وان اكن اهميه شاخ اهميتني هوري لن ترى كون كون يعني ان انسان نيو خساره لنبك يو الله سبحانه وتعالى. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين نيد بك استثناء نعصر نيو خساره لن خسرتوك لكن هم بنو خسرك وين قناو للذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر. سجى نقطة لسي يقول لهم نكانس إيمان دي عمل صالح دي تواسي حق دي تواسي صبر دي سي نيجان بك لا ريس دوينا دي بن وعنوغن من صبر سي سيخوا كان لي قسم يقول لهم كذا سيخوا كان لي بني يقول لهم و نعصام صبروا وري ان البني ولهم مبنا ولا لا ريسي سيخوغن صبر على طاعة الله وصبر على وصبر عن محارم الله وصبر على أقدار الله التي يجريها إما مما لا كسب للعباد فيه وإما مما يجريه الله على أيدي بعض العباد من الإيذاء والاعتداء. سيخوغن كان لقى سمغ صبر جربتك جاسي طلعتول انت جارسي
إن كالتو جارسي عبدتو عباد حق العبادة جارية سنة كفرتو أجر أرتو إن يود ك نحدود للدويته نين صبر ضربك صبر على طاعة الله وصبر عن محارم الله كذلك محرمات يعني لا خر قرب منهم قريب صبر جربك في نفس الوقت برضو يعني صبر سيخر أقدار حسلا كرا حسلا مال ددن ولا الدوين شخدا انترا قال حسنا نيوكنا اقدر ان قدامت ان شو شو ان قدامت ما تدو ان قدام ان قدامت يعني بشدو نين برضو صبر جرب دوك وريق ان قدرنا حصل ودي صبر جرب دوك اقدر المؤلمه يعني ان اقدر الله وري الله سبحانه وتعالى يعني سبب ان قد حصلت ديبك وري كمان قدام سبب سقدي بقلك نين ناوك صبر يا رب دوك نيدن بق ان سورتي سجي سنعات لي قابيتي ان سجي سنعات نينا ينخون ايمان دي عمل صالح دي صبر حق لي وتواسي حق دي وكمان يعني تواسي صبر دي سقابيتي وابن القيم في خسر سجى كان لقسم مخلى في نفس الوقت والعصر ان الانسان لا في خسر يخ احدى لاري نترد احدى لا لا شيء قليل ولا ممكن نبرن عندها بين ديما ملاقات احداها سجى كان لقسم مولانا الامام ابن القيم رحمه الله جهاد النفس اربع مراتب يخ احداها ان يجاهدوا على تعليم الهدى ودين الحق الذي لا فلاح له ولا سعاده في معاشها ومعادها الا به لينا أن يجاهدها على العمل به بعد علمه سيخوى أن يجاهدها على الدعوة إليه وتعليمه ولا يعلم يعني من لا يعلمه تجاهد على الصبر النفس وإلى الدعوة إليه وتعليم من لا يعلمه كذلك سجري أن يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله وأذى الخلق ويتحمل ذلك كله لله فإذا استكمل هذه المراتب الأربعة صار من الربانيين نين إن أذى الصبر على الأذى كن ينقى بن أخذ بغلي إن سجنين جهاد النفس شموخ الله ابن القيم وجهاد النفس مراتب أربعة يخ لاريها أن يجاهدها على تعلم الهدى يعني لا أخنا في خص جاهد قدم بيتعلم سرو ديني دين ديني صلاة ديني فرد ديني تقوى ديني خشية دي نيتك صبر جرب ده كله وأن في خد تعليم انقد أمر انقد أرن انقد لا رسيتك رسالة كودو سعادتنا الخد دنيا الأخير علم لقنية كلية غيرها كمان علم ذنبي ان يجاهد على العمل به يكون قوني ذنبي ان يجاهد على الدعوه اليه برضو كذلك الدامسي يعني ارجو سيسرو نار او سي نغالدو صبر سيرو اذا بو كمان يعني مدره مقديبة كوي وصل شكا كسمع السنة شكا كوي عيال شكا كمال سلا شكا رسول الله صلى الله عليه وسلم ازينو كله ما كيلد مدينه اخراس فاروق نناو صبر جرب لكم نسج جنس اكمل دخوا نسج جنس تمام دخ مرحلتني وربانيين لذاك كيو مؤلفنا كتابه ندمبي الله سبحانه وتعالى ان سوره اقسم ودمبي محال ودمبي كمان يعني اوصاف نوصفه ولا سجقني نهن لاريا ان ايمان جن وايمانها ورنجن يعني الايمان يشمل كل ما يقرب الى الله تعالى من اعتقاد صحيح وعمل نافع اي شيء اعتقاد كامل بعضي بحد صبر اخو كل بك كوفد نين يعني ايمان استخو نجن وريق ان ايمان اعتقاد جربدك اعتقاد كمان اعتقاد صحيح منذ حق اخر شاق وعلم وين رجل شاق كمان علم كمان منفعه وانا ودي بعلم نافع لينري العمل الصالح يو العمل الصالح وهو كل قول او فعل يقرب الى الله بأن يكون فاعله لله مخلصا ولمحمد صلى الله عليه وسلم متبعا كمان عمل صالح لله رب العالمين أخرجه تقربا إلى الله جار أجر سجاربنا جار سجئتنا
جارل قريب خير عبرنا احتساب جاروخ كلب جاروخ أخرشا في نفس الوقت كمان كمراس سنك عقي النبي محمد صلى الله عليه وسلم انت ابو سنك ني اتبعته ني اثر فرته ني اثر شخصه ني ودك سيتو ني ودك ها ني ولدك كان بي ولدك من كان بتو سي ولدك سي وسيك سيتو معناها اتباع كامل للنبي صلى الله عليه وسلم ني اثر تبعتوني اثر فرتو على الدين سجري التواسي سي فارقني نان سي فارها التواسي بالحق والتواسي بالحق هو التواسي على فعل الخير والحث عليه والترقيب فيه سجرها التواسي بالصبر بأن يوصي بعضهم بعضا على بالصبر على فعل أوامر الله تعالى وترك محارم الله وتحمل أقدار الله اثنين انسجا انسانعت ان الله ان سورة شرح لوغن ان سورة لي يستو معنا هاجن ونسجنين التواسي بالحق والتواسي بالصبر يتضمنان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اللذين بهما قوام الأمة وصلاحها ونصرها وحصول الشرف والفضيلة لها الله سبحانه وتعالى ورأيكم ننس نسجن تمام دق نسجن تمام دق معناها كما حصلك قولوا صلاح ما تخر صلاح هار نرفلاح نرشرف نرفضيلة نرأكانر نرعزة نرتمكينر نالوجود نرجابيت نار نالمنبرت نار نالعوات نار ندعوات نيدقين يوك الله سبحانه وتعالى قطم وقال لنا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله الإمام الشافعي يعني يوك أجار الناس ورنين إن قد قمدك أو آكنيني كفيت دلهم يوك لولا أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم بمعنى يعني مراد نروق نسونا تنيني نفضل نرتلم بق الناس هجيس أنعات من ذكر درولا إيمان دي عمل صالح دي دعوة دي صبر دي احتساب دي الناس يعني ناوه نذكر درولا دي بهم نين نركز أكثر كافية رقيتي يخو معناها رقوه دي بهم نين أورنقن نين تقالي تقوك يعني دليل امام بخاري يقولهم امام شافعي يقولهم ننو قالتوك القول قبل العمل القول والعمل وهذا دليل اثري يدل على ان الانسان يعمل اولا ثم يعلم اولا ثم يعمل ثانيا وهناك دليل عقلي نظري يدل على ان العلم قبل القول والعمل وذلك لان القول او العمل لا يكون صحيحا لا يكون صحيحا مقبولا حتى يكون على وفق الشريعة ولا يمكن أن يعلم الإنسان أن عمله على وفق الشريعة إلا بالعلم ولكن هناك أشياء يعلمها الإنسان بفطرته كالعلم بالله إله واحد فإن هذا قد فطر عليه العبد قد فطر عليه العبد ولهذا لا يحتاج إلى عناء كبير في التعلم أما المسائل الجزئية المنتشرة فهي التي تحتاج إلى تعلم إلى تعلم وتكريس وجهود نا سورة نين دمن دول لم قابنا سورة نون أفر أول لم قابنا سورة نون نعصر أول لم قابنا سورة نين الانتو قاب نسجع كان لي قسمتو إيمان دي عمل صالح دي صبر دي حقلي تواصي دي صبر لي أن نسأل عدنين ناو قابي وديهم أسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا بما سمعنا ويتقبل منا ويشرح صدورنا إن شاء الله والسلام عليكم.